على أزيز الرصاصة ولهيب المدافع تواصل وحدات من القوات الحكومية دك تحصينات ومتارس الميليشيات الحوثية الإرهابية في مديرية باق بمحافظة صعدة عقب عملية نوعية كبدت خلالها العناصر الإرهابية خسائر فادحة في العدة والعتاد. هذه متارسهم صور ما خرج لك الداخل خط حرب صور له الداخل خليه يدخل اصبر خليه يدخل اصبر الله هذا قاتهم من شاهده وهذا الذي كانوا قاعدين فيها هذه فرشتهم. وحدات القناصة مشطت المزارع والأماكن التي كانت العناصر الميليشياوية تتمركز فيها ما سهل من عملية التقدم لأفراد القوات الحكومية للتوقل وتطهير التباب المطلة على مركز مديرية باقم. أسلحة ومعدات ثقيلة استعادتها القوات الحكومية كانت الميليشيات الحوثية قد نهبتها من معسكرات الدولة في العام 2014 بالإضافة إلى عثور القوات الحكومية على شفرات اتصال كانت الميليشيات تستخدمها لتنفيذ عمليتها الإجرامية. هذا شفرات النداء حق ميليشيات الحوثي وهذا أقام النداء كله باسم الصماد. هناك تقدم يعني الغاز هذه شفرات لهم يستخدمونها في الجوالات وإن شاء الله بعدهم حتى وإن شاء الله بعدهم حتى في المرة. وهذا الآلي لمن يشاهد هذه الأواري حقت الحوثة وهذه الجنبية الصيفان حقت الحوثة والحمد لله بعون الله سيطرنا على الموقع فأخذنا الغنائم عنهم وإن شاء الله أن بعدهم لأن نوصل آخر نقطة لهم إن شاء الله بإذن الله. عزائم عالية وهمم متواصلة لأبطال القوات الحكومية لتطهير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومواصلة التقدم باتجاه معقل زعيم الميليشيات وتخليص اليمن من الكهنوت الذي جثم على صدر الشعب 4 سنوات.